إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأهدنا وارشدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا رحمن يا رحيم واعف عنا يا كريم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك وبطاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعل الوارد منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين اللهم ربنا تقبل منا ختم القران وتجاوز عنا ما كان بتلاوته من سوء ونسيان اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم ارحم الحسن الرئيس الحسن كنت يا ارحم الراحمين اللهم ارحم رئيس الجنرال الحسن كنت يا ارحم الراحمين اللهم ارحمه برحمتك الواسعة اللهم افسح له في قبره يا ارحم الراحمين اللهم اجعل له قبره روضة من رياض الجنة إلى يوم يبعثون يا ارحم الراحمين اللهم اجعل بلادنا هذه من خير البلاد اللهم اجعل بلادنا هذه غيرها من خير البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.